ربما هي فقط على مستوى بيلي ومارادونا وديستيفانو وقليل من اللاعبين. إذا أعتقد أنه من النجوم العالميين مع ريال مدريد. هنا فقط تحدث الأرقام، تحدث عن لاعبين مهمين باكا والآخرين فقط ب 17 هدفا، ولكن 38 هدفا يسجل بالقدم اليمنى وباليسرى وبالرأس. أعتقد أنه لاعب أسطورة منذ الآن في ريال مدريد لسنوات القادمة. حاز تحمل مسؤولية كرة القدم صحيح، لأن هي الكرة بالحارس المرمى، لأن ما هي صعبة على حارس المرمى، لكن الحارس المرمى ما شاهد الكرة إلا عندما وصلت، عندما وصلت، لأنه التمركز كان سيء، المفروض ياخذ مكان والحيطة تاخذ مكان. أنا أعتقد أن في تاريخ كرة القدم الأخضر ما شاهدناش لاعب الأهداف أكثر من المباريات. نعم.